اخترنا سياده رئيس الوزراء اخترناه من ميدان التحرير. احنا ما اخترناهوش، عينوا المجلس على القوات المسلحه. عينوا القوات، ما حدش اختاره. احنا هنختار رئيسنا منين؟ من ميدان التحرير، من قلوبنا. هتختار رئيسك من صندوق الانتخاب. لا، تصوتوا هيجي. في حاجه اسمها انتخاب، في حاجه اسمها حب. حاج محمد، لو حبيناك نديك. خلي بس الراجل ده كده. استنى يا بيه، استنى يا بيه، واحده بس. لو حبيناك نديك ولو حبيناك نرفعك فوق بس خلاص. هو ده الشعب المصري باصلته، ماشي. والحب بيتبعه ايه؟ بيتبعه عاطفه على الشعب، مش بيصبعه كرسي، كلامك مش بيصبعه عسكري. يقول لك البي يتكلم والبي ما يتكلمش. اللي انا اقول لسعادتك عليه ان احنا اول ما نادينا بالشرطه تيجي عشان نبوس على ايدينا، عشان نبوس على ايدينا، وبوسنا على ايد الشرطه ونزلت. ليه؟ من الظلم اللي حوالينا. اول ما نزلت دبحت فينا. دبحت فينا ازاي؟ مواطن في محافظة القاهرة بياخد 370 جنيه، يدفع 1300 جنيه شهريا على سلك ولندا وموتور عشان يعيش بعياله. فين العدل يا باشا؟ مفيش عدل. في دولة ان شاء الله العدل ينزل من عنده. العدل اسمع بقى، في حب الشعب يرفع عدل العدل. لا اعمل فلوس يسمع اللي يولي الحكم ربنا سبحانه وتعالى. فاتمنى من ربنا ان يوليك انت ربنا يكرمك. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، في ضمير يعني الله ربنا يكرمك. دايما ربنا يوليك. خلاص يا جماعه، ربنا يدعي حواليك، ربنا يعمل لك اكثر خير. ربنا يسمعك، ربنا يسمعك، ربنا يسمعك، ربنا يسمعك. كلنا هنسمع هناك. خش كده بقى، بص. ايوه كده. انتوا مين يا جماعه؟ قناتي شبكه جت. عايز ايه؟ مش سامع بتقول ايه؟ مشاركتي اليوم سببها ان اقول للشعب المصري ان الثوره مستمره، لم تسرق ولا تحتاج الى ان تسترد، انما تحتاج مبادئها الى ان تتحقق. وإذا لم تتحقق هذه المبادئ ستظل الثورة مستمرة حتى يتم تحقيقها، تحقيقها بنقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين وبدء المسيرة الديمقراطية. ده لسه ما حصلش، عايزين يحصل بسرعة. ده كل سبب نزولي، ما عنديش سبب تاني. شكرا. نحن نرى أن الإسراع بانتقال السلطة من الوضع الحالي الذي يدير فيه البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وضع تقود فيه البلاد سلطة مدنية منتخبة، ضرورة لا مخرج منها، ومطلب عاجل لا يجوز تأجيله، وعمل ينبغي أن يسعى فيه كل مخلص لوطنه مهتم بمستقبله. إننا لم نقم بالثورة لنسقط نظاما ونقيم نظاما آخر، لم نقم بالثورة لنسقط شخصا ونأتي بأشخاص آخرين، قمنا بالثورة لنحكم أنفسنا بأنفسنا ونعيد إلى بلادنا مجدنا ونحرك في شعبها التجمع السلمي لتحقيق مبادئنا. اصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أن الأمر كله يتحقق في لحظة واحدة تنتصر فيها إرادتكم على إرادة غيركم، وتتحقق فيها مطالبكم. وإن بدا للناس ضعفكم، قوتنا ليست في الأيدي ولا في السلاح ولا في السيوف، قوتنا في الإرادة، في العقل، في المنطق، في القلوب المخلصة التي تحب هذا الوطن وتفديه بدمائها. المخلص لدينه يخلص لوطنه، المخلص لأهله يخلص لوطنه، المخلص لماضيه يخلص لوطنه، المخلص لمستقبل أولاده وأحفاده يخلص لوطنه. أيها المصريون الكرام، إن الأمر ليس أمر منافسة في الكلام، إنما هو أمر منافسة في العمل. لذلك أعلنت بالأمس في بيان رسمي وفي لقاء تلفزيوني تعليق حملتي لانتخابات المصر.
لقاع تلفزيوني تعليق حملتي للانتخابات الرئاسية، لأن الاستمرار في عمل لا تعرف نهايته عبثا لا يجوز، والمضي بالناس في طريق متوهم لا ينبغي لأهل الثقة ولأهل الإخلاص أن يفعلوه. عندما يعلن لنا متى تكون انتخابات الرئاسة، عندما يصدر قانونها، عندما تحدد تواريخها، نعود إلى حملتنا الرئاسية. أما منذ اليوم فنحن نعود إلى عملنا الشعبي وإلى أعمالنا الثقافي وإلى ثورتنا في ميداننا، نعود إلى ثورتنا في ميداننا لنحقق أهدافنا. أيها الوصيون الكرام الذين يذكرون منكم يوم 25 يناير، يذكروننا، يذكرون أن أعدادنا لم تزد على هذه الأعداد، والذين يذكرون 29 يناير يذكرون أننا كنا 2 مليون في الميدان وبقينا ملايين تزيد ولا تنقص حتى سقط الطغيان. سنعود إلى هذا الميدان في كل يوم جمعة ملايين ممثلين، نؤيد طلبات ثورتنا وندعو لتحقيق أهدافها، ونقول المصريون هنا، المصريون هنا، المصريون ليسوا في المكاتب، المصريون ليسوا في السيارات الفارهة، المصريون ليسوا في الفنادق الفاخرة، المصريون في هذا الشارع تحت هذه الشمس في هذا الميدان يعلمون الزمان أن للشعب إرادة وأن الشعب قادر على أن يفرض إرادته.